الاساس كله ان ربنا وفقنا في التيم اللي جاي. يعني بنحكي بسرعه كده، هي مجموعه جت بشرى وكمال ومحمد فتح، نقول على المركب كده في الجمعه كده. كانت انت لسه ما ظهرتش، ما تبصليش يا فجوم. قالوا ايه رايك انت، احنا عارفين انت بتحب السينما وطبعا كده، ايه رايك نعمل مهرجان سينما في الجونه؟ انا قلت لهم الجونه دي تبع سميح، فخلينا نخلي سميح ده نشوف في الاخر هيقول ايه يعني. بس ان كان على السينما، انا بحب السينما قوي، فكره هايله وكده وبتاع. بس انا ليا طلب يعني، فقالوا ايه، قلت انا اعرف، شفت عمرو كان بيودد بنت سوباش، ولقيت ولد صغير في سني كده، بس يعني بصراحه منظم ومنظم هايل وعنده قدره على كسب ثقه الناس بسهوله كده، هو يستحقها، مش ان هو يعني بيكسبها بسهوله لكن عن استحقاق. قلت له انا عايز حد بس ابقى انا عارف انه عنده قدره تنظيميه قويه عشان ما احطش اسمنا على حاجه، ولازم نجيب حد يكون يعني عنده اكسبيرينس في مساله المهرجانات وكده. فبشرى قالت لي بص، كان في شاب كان بيشتغل في مهرجان ابو ظبي وكده وبتاع، قلت لها لا انا لازم اشوف واحد. فانا كنت بروح كل سنه بروح مهرجان كان، فضلت لي اجتماع مع انتشال. انتشال بقى على المركب عندي في كان، انا قعدت اخلي كده لقيت راجل كده هادي قوي وساكت قوي وبتاع، قلت مش عارف بقى الراجل ده يعني شكله شغل هيعرف يعمل يعني مهرجان كده، شكله مؤدب قوي ومنظم كده وبتاع. انا قعدت اتكلم معاه، فلقيت طبعا العمق كله في الهدوء اللي انتوا بتشوفوه هنا وكده، وهو يعني من غير ما يظهر هو مش هو قليل الكلام بس كبير في المفهوميه والخبره، وعاشق للسينما زيه زي شفنا العشق ده متكامل. فانا قلت دي اهم حاجه، ما خدناش نص ساعه مع بعض، اتفقنا هو زي كده بيقرر بسرعه وكده، فقررنا اكتمل التيم. طبعا بعد ما اكتمل التيم رحت لسميح على عكس توقعاتي، قال لي لا فكره كويسه وبتاع كده. اصل احنا كان عمرنا ما بنعرف نشتغل سوا يعني، فكان ده اول مره في حياتنا نعمل حاجه سوا، واخد بالك؟ فكنت انا شايل حد ايدي على قلبي يعني، لكن ربنا ايه سهل وعجبته الفكره. وبعدين عايز اقول لك ان السنه الاولى بتاعت المهرجان دي يعني بحاول الاقي الكلمه الصح، اجمل يعني اجمل سنين حياتي يعني. هو ده الحلو، وانبسطنا من صار في السنه دي غير طبيعي. حتى الاغنيه اللي طلعت اللي هي ثلاث دقات طلعت عفويه كده، وطلعت في نفس المهرجان كل الناس اللي جت، والمفاجاه الكبيره كانت زي الجوده في كل حاجه، وكان ربنا حاطط ايده في الموضوع كده، وطلعت سنه يعني. وبالفعل هو السنه الاولانيه حطت المهرجان على الطريق الصحيح، وبقينا بنفتقد يعني كل سنه بنجود، بس بنفتقد يعني ازاي اللي هو السنسيشن بتاع اول سنه ده، لان دي في فرق انك تعملي حاجه نجحت وتكملي نجاحها، في فرق في المرحله في المره الاولانيه لما تتفاجئي بالنجاح ده كله. الاولانيه ليها طبعا حلاوه، بس الشطاره بقى في الاستمراريه. لا ما طبعا طبعا، والحقيقه يعني ادي القصه والحمد لله يعني. ازاي ساهم في تطوير صناعه السينما؟ بصي، هو فتح مجال كبير جدا جدا لافلام كتيره دي، وبقى عندك فرايتي، مهرجان القاهرة، مهرجان الجونة، مهرجان شرم الشيخ. بس الجونة ليه طعم مختلف خالص، وليه إحساس مختلف خالص. ايه بقى؟ ايه الحكاية؟ كل حاجة هنا عندك مختلفة، كل شيء هنا شيء مختلف، ومختلف على الحلم، على الجمال. إن يعني في ناس ما كانتش تعرف المنطقة دي خالص عندنا، لما اتشافت من أول سنة قالوا طب احنا عايزين، طب احنا عايزين نشوف، طب بقى في حته موتيف كبير جدا جدا ان هم يجوا يشوفوا مصر بقى بجمالها في كل ناحيه، مش بس الاهرامات، مش بس يعني مش الفكره اللي متاخده عن مصر، ان ما عندكيش مكان على بحر بالطريقه دي، بالجمال ده، بالحريه دي، بالكواليتي اوف لايف. هنا كواليتي اوف لايف.